C'est comme ça, mentalité, winner mentalité. Hein? Euh, J'ai besoin d'entraîner une équipe qui pense toujours gagner. J'ai besoin que mon joueur euh, donne tout, en tout l'entraînement, en toutes les parties, en tout les matchs. Il devait faire tout qu est, qu est ce qu'il peut et finir le match euh, mort, ou l'entraînement, euh, il donne 100%, et à la nuit il va à la, à dormir et pense, j'ai donné tout, oui, j'ai donné tout. Le football, tu devrais um, besoin de la passion pour faire ça. Si tu n'as pas de passion, tu ne pouvais donner tout. Et il y a différentes personnalités et caractéristiques des joueurs. Il y a plus, un plus émotif et l'autre moins émotif. Mon forme de, de pensée, toujours c'est que j'ai besoin. هذا هو مدرب الرجل الجديد ريكاردو دو سابينتو اللي هو خليط بين الشغف الحماس والعصبية ولن نقول العصبية كان يعني أنها هذه الصفة أو كاراكتير في المدرب اللي ممكن يشوفها البعض حاجه مزيانه لانه عنده غرينتا عنده روح ما كيبغيش يخسر او ناس اخرين ممكن يقولوا بان هذه العصبيه هذه ممكن تجني عليه مشاكل كبيره خصوصا مع الحكام ديالنا في المغرب خصوصا مع المنظومه ديالنا في المغرب هذا علاش هذه العصبيه هذه ممكن تحول نقمة على فريق الرجاء لكن ما هو مؤكد ان هذا المدرب عنده كاركتر مدرب اللي ماشي ميت كما تنقولوا الا قارناه بالشخصيه ديال المدرب السابق فكاين فرق على مستوى الشخصيه على مستوى البالماريس لكن اللي كيهمنا هو نوعيه الكره اللي كيلعب ريكاردو سابينتو وباش ممكن يفيد فريق الرجاء واش هاد الكره هذه كتوالم مع السكواد ديال فريق الرجاء لكن قبل ذلك ندير واحد الورقه تعريفيه على المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو المشوار ديالو كلاعب محترف والمشوار ديالو المسيره ديالو كمدرب محترف وريكاردو سابينتو مدرب برتغالي لاعب دولي سابق العمر ديالو الان 52 سنه سبق ليه لعب في المنتخب البرتغالي مسيرة دولية لا بأس بها لعب فيها حوالي 52 مباراة دولية وتسجل فيها 10 الأهداف المركز ديالو كان مهاجم لعب كمحترف في المنتخب البرتغالي قريبا في جيلين لكن الجيل الثاني اللي غيلعب معاه هو الجيل الأكثر موهبة اللي فيه لاعبين موهوبين وكبار بحال لويكوشتا بحال فيغو بحال فرناندو كاوتو وكلاعب محترف ريكاردو سابيندو جاور عدة فرق محترفة ومميزة في الدوري البرتغالي اهمها سبورتينغ لشبونه اللي يلعب معاهم في مناسبتين كما انه سبق ليه يلعب في فريق ريال سوسيداد وستاندارد ليش علما ان التكوين الاكاديمي ديالو كان في فريق بورتو فالسجل ديالو كلاعب محترف سجل بصراحة جيد لا كصفة الدوليه ديالو ولا كلاعب محترف في الاندية اللي لعب فيها ولي اندية عندها اسم بحال سبورتينغ لشبونه وريال سوسيداد جو دابا نتكلمو على مربط الفرس اللي هو سجل ومشوار ريكاردو سابينتو كمدرب كمدرب الصفة اللي غتشوفوها في ريكاردو سابينتو من خلال المشوار ديالو غتلقاو انه عادة عادة كيدرب سنة واحدة وهذه الصفة مقلقة علما انه حتى في الاندية اللي فاز معاهم بالقاب بحال استقلال طهران على سبيل المثال بحال ستوندارد لياج اللي حقق معاهم الهدف واللي هو التأهل للتشامبيونز ليغ والتأهل للبلاي اوف ديال الدوري البلجيكي وبحال الفريق اللي جينا منه واللي هو ابويل نيقوسي اللي حقق معاهم اللقب ديال الدوري من بعد خمس سنوات ديال الغياب على اللقب ما كملش معاهم علما انه ابويل راه دار معاهم ولعب معهم المباريات الوديه استعدادا للموسم الجديد واش فريق الرجاء كان سبب من الاسباب اللي يخليه يفسخ مع ابويل ويتعاقد معنا واش كان عنده مشاكل مع ابويل في اخر المطاف ولا مدرب حر فهذا سؤال ما نجاوب عليه صراحه من خلال البحث في الانترنت حتى في مقالات قبرصيه ما لقيتش صراحه الجواب فكتفيت انه ناخذ هذه المعلومه هذه لانه لعب مباراه وديه مع فريق ابويل حتى الصيف هذا لكن ما كملش معاهم المشوار ديالو كمدرب غير بدا في سنه 2010 من ابرز الفرق اللي دربها ريكاردو سابينتو اول على راس القائمه سبورتينغ ليشبونا اللي حقق معاهم بعض النتائج مزيانه لانه في البدايات ديالو ابرزها التاهل النهائي كاس البرتغال التاهل للتشامبيونز ليغ المنافسه على الدوري مع بنفيكا وبورتو ستاندارد ليج بلجيكي اللي كما قلت حقق معاهم الاهداف الرياضيه الكبرى لكن ما حقق معاهم حتى شي لقب سبورتينغ براغا اللي تأهل معهم الأوروبا ليغ وحقق معهم أرقام جميلة وقياسية في أوروبا ليغ وكان هو أقوى خط هجوم في الأوروبا ليغ سنة 2019 خصوصا في دور المجموعات وآخر تجربتين ناجحتين بالنسبة أنا واللي غنركز عليهم بزاف اللي هما تجربة استقلال طهران في إيران اللي فاز معهم بلقب كأس السوبر واللي لعب معهم كرة جميلة جدا بشهادة الإيرانيين وكذلك اخر تجربه جينا منها اللي هو فريق ابوين نيقوسيا القبرصي اللي فاز معهم بلقب الدوري وخدم معهم اقوى خط هجوم وحقق معاهم انتصارات متتاليه خلتهم يفوزوا باللقب لكن الحلو ما يكمل كما تيقولوا مع فريق ابويل توقف لمده اربع اشهر بسبب العصبيه ديالو والمناسنات ديالو مع الحكام وهذا اللي غادي يجني عليه هذا الايقاف الطويل رغم ان فريق ابويل دار استئناف وربما هذه العقوبه قبل ما يجي الراجع هبطت لشهرين لكن ما متاكدش من هذه المعلومه هذه لكن السؤال المطروح الان واش هاد العقوبه هي عقوبه دوليه او تصرف فقط على الاتحاد القبرصي كنظن ان فريق الرجاء اخذ جميع المعلومات خاصة بهذه العقوبه هذه باش ما نتصيدوش نجيو دابا نتكلموا على الكره ديال سابينتو الكره ديال هي كره مرينه كتعرف المدرسه البرتغاليه هي اكثر مدرسه لاتينيه ما بين الاسبان والبرتغاليين والارجنتينيين والبرازيليين هي اكثر مدرسه متوازنه واكثر مدرسه مرينه يعني غتلقى بزاف المدربين البرتغاليين لكن مختلفين في الاسلوب غتلقى مثلا مدرب بمدرسه مورينيو مدرسه محافظه مدرسه يعني ممكن نقول انها مدرسه رد الفعل ومدرسه تكتيكيه ورا الكره كتركز على اساسيات ديال اللعب ورا الكره وغتلقى مدرسه يعني برتغاليه يعني متوازنه كتعرف دير الضغط ومدرسه اللي ميله انها تمشي لقدام بحال مدرسه وستايل مدرب الهلال جورج جيسوس فهو مدرب قوي في الضغط قوي في التحولات الفريق ديالو دائما ملي المساحات مساحات كيسجل اهداف كثيره وكاين المدرسه البرتغاليه الهجوميه واللي كيقودها يعني كثوره للمدربين الشباب البرتغاليين على راسهم روبن اموريم مدرب سبورتينغ لشبونه اللي حقق نتائج كبيره مع سبورتينغ بكره هجوميه جميله وكذلك ابيل فريرا المدرب البرتغالي اللي كيدرب في بالميراس واللي حقق نجاحات كبيره في البرازيل منهم مدرب فريق الرجاء الجديد اللي هو ريكاردو سابينتو واللي سبق فريق كبير في البرازيل اللي هو فاسكو دي جاما. لكن ما حققش معاهم نجاحات كبيره وتم الاقاله ديالو يعني في اسرع وقت انه ما تاقلمش مع الدوري البرازيلي. عموما المدرسه البرتغاليه هي مدرسه كما قلت مارينا ماشي مدرسه اللي مجنونه. نقارنوها بالمدرسه الاسبانيه غتلقى دائما جديد في المدرسه الاسبانيه سنه بعد سنه غتلقى دائما شكل من الاشكال التكتيكيه الجديده سنه بعد سنه مع الحفاظ على هويه الاستحواذ والضغط العالي. هذه كمدرسة إسبانية كمدرسة البرتغالية هي مدرسة ممكن نقول أنها في عالم كرة القدم مدرسة ملحدة والعياذ بالله مدرسة ما كتأمنش بواحد أسلوب معين مدرسة مرينة المدربين البرتغاليين مختلفين تماما على بعضياتهم كاين اللي كيلعب بتحفظ كاين اللي كيلعب أسلوب هجومي كاين اللي كيلعب بتوازن ريكاردو سابينتو من نوعية المدربين المارينين اللي في المشوار ديالو يعني بطرق معينه وطرق مختلفه لكن الاسلوب المفضل ديالو الخطه المفضله ديالو او القالب التكتيكي المفضل هو 4 جوج ثلاثة واحد. باش هذا القالب كنظن انه هو اكثر اسلوب لعبنا به في السنوات الاخيره وهو اخر اسلوب نجحنا به الموسم الماضي مع زين باور بالنسبه للكره دي سابينتو غادي نقسموها لثلاث اقسام الكره اللي عندها علاقه باخراج الكره الكره اللي عندها علاقه بمهاجمه البلوك الهابط او البلوك با واللي هي حاجه اللي كنعرفكم معها في الرجاء في السنوات الماضيه كذلك تعاملوا مع وراء الكره او نوعيه الضغط ديالو بالنسبه لاليات اخراج الكره بالنسبه ليه هي اليات كتبان شويه كلاسيكيه الاعتماد على توسيع الملعب عن طريق الاظهره الاظهره ما كيعتمدش عليهم باش يدخلوا لداخل بزاف هذه ما لاحظتهاش فيه بزاف ايضا بالنسبه للاعتماد على لاعبين الارتكاز اللي كيديروا روتاسيون باش يلعبوا في الظهر ديال الخط الاول ديال الضغط ديال الخصم فهذه حاجه اليه يعني عاديه وموجوده في كره القدم بكثره لكن الاعتماد على اللاعبين فقط في اخراج الكره يعني ممكن يسبب بعض المشاكل في اخراج الكره الرجاء كنتمنى كنتمنى انه يعتمد على الاظهره ديالنا اللي كيعرفوا يديروا روتاسيون ويعرفوا يدخلوا للداخل لابو الكسوت لعب العمري كيعرفوا يديروها وربحناها الموسم الماضي فكنظن انه غادي يلاحظها حتى في الفيزيونار ديالو غادي يلاحظ انه الاظهره ديالنا كيعرفوا يدخلوا لداخل وكيعرفوا يلعبوا اونتر وينفسونا في اخراج الكره بقيه الاليات هي اليات كما تنقولوا واضحه ومعروفه وبالتالي انا ما مبرزتش بزاف مع اخراج الكره لانه اغلبيه الخصوم كضغطو عليك عالي في واحد الوقيته من الاوقات وكيعاود يهبط البلوك فهاد القضيه هادي ما مركش معاه بزاف وما مقلقانيش بزاف لكن اللي مقلقني اللي هو القسم الثاني في اسلوب ريكاردو سابينتو اللي هو مهاجمه البلوك الهابط او مهاجمه البلوك با فريكاردو سابينتو هذا معطى لا مع فريق براغا لا مع فريق الاستقلال طهران اللي كانوا كيلعبوا كوره بشياء قبل ما يجي ولا مع فريق ابويل غتلاحظوا الملاحظه الاساسيه هو انه فاش تيلقى فريق هابط فاش فريق راكن بزاف وهابط بزاف يعني الدفاع ديالو فغتلقاو دائما انه تحضير العرضيه وتوسيع الملعب ودخول اكبر عدد من اللاعبين لمنطقه الجزاء غتلقى دائما ثلاثة أربعة خمسة لاعبين بعض المرات وبعض الأحيان داخلين لمنطقة الجزاء يتلقاو العرضية باش يستقبلوا العرضية وهذه حاجة مهمة بزاف ما كانش في السنوات الأخيرة في الرجاء حتى مع زين باور الموسم الماضي ما كانش زيادة عددية في منطقة الجزاء هذه حاجه مهمه ممكن تعاوننا الماركيو ضد الفرق اللي كتهبط البلوك لكن بالنسبه حد وحدين لانه الا ما كناش موجودين للدوزيام بالون ما كناش موجودين اللي الهجمه المرتده باش نسدو في البلاصه فغادي نعانيو بزاف مع الخصوم اللي عندهم سرعه واللي عندهم ترانزيستيون مزيانين لانهم غادي يضربونا في الهجمه المرتده لانه اكبر عدد من اللاعبين كما قلت دخلوا لمنطقه الجزاء بالتالي يكون صعيب عليهم يعاودوا يرجعوا يديروا الريكوفري هذه بالنسبه لي شر ولا بد منه الا كنتي غتلعب في الدار البيضاء مثلا على سبيل المثال تدخل البلوك ولو انه يكون على فترات هذه القضيه ديال الزيد العدديه خاصهنا في الرجاء وخاصها تعطى ك ورقه بيضاء للاعبين انهم مشيو يهاجموا منطقه الجزاء ولكن تحضير على مستوى الاطراف خصكم طريقه مزيانه نجيو دابا الشق الثالث هو مدرب مرن على مستوى الدفاعي يعني الا بغا يضغط عالي كيضغط عالي او ترونس ما عندوش مشكل على مستوى الدفاعي ما عندوش مشكل انه يرجع البلوك ويدافع وهذه القضيه مهمه بزاف وغتنفعنا كما قلت لكم مدرسه البرتغاليه مدرسه متوازنه ومدرسه مرنه غتعاونك في المباريات خارج الميدان خصوصا على المستوى الافريقي فمن غتضغط عالي على المستوى الافريقي غتخلي مساحات فكنظن انه الى لعبنا باسلوب دفاعي منظم فرح القضيه هذه متوفره في ريكاردو سابينتو لانه كيعرف يوقف الفراقي ديالو من بعد ما ياخذ السبق وهذه حاجه مشتركه في المدرسه البرتغاليه كامله حتى جورج جيسوس على سبيل المثال مدرب الأهلي السعودي بالرغم من عنده ادوات عظيمه جدا لكن ملي كيتسجل هدف كيرجع شويه بلوك وهنا فاش يبانو لي ترانزيسيون الحلوين ديال كل مدرب ومدرب نتمنى ان السي ريكاردو سابينتو يعطينا دي ترانزيسيون مزالين لانه غادي يعني مدمرين ومسمومين الى الخصوم حلوا لنا اللعب وخلو لنا مساحات وراء ظهره. واش الفيديو ما يجيش طويل. ريكاردو سابينتو مدرب مرين، مدرب اللي ممكن يلعب بعدة اساليب. لكن الاسلوب المفضل عنده هو 4 2 3 1، وهو مدرب كما قلت اللي كيعرف لي يعني اللي بركبه، مدرب اللي كيلعب بدو سنتينيل، ومدرب اللي الضغط عنده يعني متغير على حسب شنو باغي من الماتش. ميزة مؤكدة ما كيلعبش كرة طويلة. لا حتى في الكرة الإيرانية مع استقلال طهران المعروفة بالكرة شوية اغلي فوتبول الكره البشعه ديال الكره الطويله ديال الكره العرضيه ضرب وتبع حتى في استقلال طهران سجل معاهم اهداف كثيره ولعب معاهم كره جميله وباقي الان تشكروه في مواقع التواصل الاجتماعي نفس الصداقة خلاه في ولعب معاهم كره جميله وطور عده لاعبين شباب وخلا يعني كما تقول البصمه ديالو لكن السيمه الاساسيه في ريكاردو سابينتو هي الخروج عن النص بعد الاحيان العصبيه المبالغ فيها وهنا وانا فريق الرجاء خصو يتكلم مع المدرب ويوفر لي حمايه وفاش كنقول حمايه انه دائما فاش يبغي مع الحكام هنا الطنطاوي الدور ديالو مهم جدا انه يمشي يجري عند الحكام يوقف ويخلي المدرب يعني يرجع للوراء وياخذ نفس ويشرب بها ويرجع يجلس لانه بعض المرات كيدخل في نوبات ديال الغضب ونوبات العصبيه يعني كما تنقولوا اللي ممكن توصلوا لحاله هيستيريا وهذه الصفه ما جاتش مع الدوري المغربي وما جاتش مع نوعيه الحكام اللي عندنا وما جاتش مع المنظومه ديالنا والناس كيتسناو كما تيقولوا في الدوره عموما رايي المتواضع باش نجيكم انا مرتاح مبدئيا لريكاردو سابينتو هو مدرب اللي كيلعب اسلوب اللي كيتوالم مع السكواد ديالنا يعني دوبل سنتينيل او الارتكاز المزدوج لاعب صانع العاب جوج اطراف كحل الملعب ومهاجم واحد صريح بالاضافه انه كيلعب بربعة اللاعبين في خط الدفاع حاجه اللي كان ممكن نغيروها مع بابلو ماتشين المرشح الاخر ايضا المميز فيه انه اخر تجربتين ليه كانوا ناجحين يعني جاينا من واحد الثقه ديال الالقاب على الاقل فاز بلقب السوبر مع استقلال طهران وفاز بالدوري القبرصي مع ابويل حقق نجاحات في اخر المشاوير ديالو جاينا مع طاقم اللي ماشي هو الطاقم اللي خدم معاه في ابويل يعني ربما في اخر لحظه اختار طاقم اخر او ربما الامور الماديه ساهمت في الاختيار ما السبب اشنا هو غنتسنى نضوا الصحفي ديال التقديم ديالو باش ممكن ان نسمع آه شنو غيقول في هذه النقطه هذه على مستوى التجربه وعلى مستوى الشخصيه هو دائما مدرب ما غتلقاش انه عنده مشكل مع الجروب او انا الجروب هرب لي من يديه او ان تمردوا بعض اللاعبين ضده هو دائما مدرب ضابط الجروب ديالو ضابط الشغل ديالو وهو اصلا كما كم قلت عصبي و وكيتنرفز بسرعه فممكن هذه الخصله هذه تعاونو باش يتحكم في الجروب عبر المشوار ديالو كمدرب، لكن النقطه سوداء هو انه كان مصر انه يجيب المعيد البدني ديالو اللي العمر ديالو 31 سنه فقط واللي على ما يبدو انه يلا تخرج من الاكاديميات ويلا خذ الدبلومات ديالو يعني مدرب شويه جديد، المعيد البدني البرتغالي اللي جابو معاه اللي غيعوض طيب الدكر بن وانيس. وهنا غادي نقول الرجا هذا امتحان كبير لكم باش تحتفظوا بنوانيس لا رجل مهم في الطاقم ديال سابيندو ولا كتقني مهم عنده دور كبير في الاكاديميه ديال فريق الرجاء يعني بنوانيس خص يكون عنده دور هيكلي في اداره فريق الرجاء التقنيه كتبوا لي في التعليق الخوت شنو رايكم في التعاقد واش هو افضل مرشح كان مقترح على فريق الرجاء واش كنتو كتشوفوا بلي كاين مدربين اخرين واللي ارتبطنا بهم ماشي مدربين اللي كتمناهم انا شخصيا كنتمنى مدربين اخرين باسماء كثيره لكن حسب ميزانيه فريق الرجاء حسب الظروف اللي حنا فيها فهذا في هما المرشحين اللي كانوا كان مارشين كان سابينتو شنو بان لكم انتم اه في الاختيار وشنو كتوقعوا من ريكاردو سابينتو على الاقل على مستوى النتائج وعلى مستوى الكروي في الاخير خوتي ثيرابيستا ما تنساوش دعمونا بلايك وبالاشتراك في قناه فوتبول ثيرابي اللي مازال غير مشتركين تهلاو في راسكم السلام عليكم ولا كنت من المتابعين دائما للقناه وبغيتي تدعمنا من اجل الاستمراريه عندنا الانتساب الشهري واللي هو بثمن رمزي واسماء المنتسبين غنحطهم بشكل مباشر في كل بودكاست